السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوتي وأحبتي في الله، أشكر أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي تفضل علينا بهذه النعم الواسعة، ومنها هذه اللقاءات العلمية التي أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وصواباً على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. ثم إننا نشكر وزارة الأوقاف في دولة الكويت الحبيبة على هذه الجهود الطيبة المباركة لنشر العلم وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما أشكر الإخوة في اللجنة المنظمة وكل من يسهم في ترتيب هذه اللقاءات، وأسأل الله للجميع الإخلاص والصواب، إنه جواد كريم. كما سمعتم إخوتي وأحبتي في الله، هذا الدرس الصباحي نعلق فيه على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولن نطيل في المقدمة، فالشيخ غني عن التعريف، لكن أقول الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. والإيمان تعريفه في اللغة هو الإقرار، شرعا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وأركانه ستة، جاءت في حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء فيه قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بواحدة من هذه الستة فقد كفر. وهذا السفر المبارك الذي يشتمل على 41 ومائة حديث، ونسأل الله أن يعين على إكمال التعليق عليه. ويعني أرى أن قد يكون في الإكمال صعوبة، ولكن نجتهد، فأعينوني بالوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم، حتى لو نعلق على بعض الأحاديث تعليقات خفيفة، الأحاديث الواضحة وأكثرها واضحة ولله الحمد والمنة، لكن باب المذاكرة والتذاكر. ونبدأ على بركة الله، ويقرأ أخي الشيخ إبراهيم طاهر وفقه الله. تفضل يا شيخ.